فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يقول إني أعلم أن الربا حرام ولكن مع ذلك سأفعله وسأتعامل به، هل يعد هذا مستحلا؟ وسأيش؟ سأخذه وأتعامل به، هل يعد أتعامل به؟ تعلموا أتعامل تعاملوا به، هل يعد هذا مستحلا؟ نعم، ما هو مستحل، هذا ما هو مستحل، لكن هذا ما يترك التعامل بالربا، يأكل الربا، هذا يأكل الربا وهو يعلم أنه حرام. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إذا صار يوم القيامة أمه يأكل الربا في الدنيا، إذا صار يوم القيامة يتضخم بطنه بالربا، يعجز يقوم مع الناس إذا قاموا من قبورهم وساروا إلى المحشر، صار هو يقوم ويسقط لأن بطنه يعثره والعياذ بالله، فضيحة له أمام العالم، فلا يجوز أكل الربا. نعم.